ان دكتور محمود عصمت وزير قطاع الاعمال اعلن اليوم انه تم دخول 520 مليون دولار للوزاره من صفقه الفنادق اللي تم الاعلان عنها مؤخرا، واللي كان فيها الشخص الرئيسي هو السيد هشام طلعت مصطفى، وقال انه الوزاره قريبا سوف تتسلم باقي المستحقات الدولاريه. ده كلام السيد رئيس الوزراء، ولك ان تفسر زي ما انت عارف. أنا بقى تصريحات خاصة ببرنامج حقائق وأسرار من مصدر مهم جدا. المصدر قال إن الحكومة سوف تم، لأن طبعا في مش قضية المواطنين اللي موجودين في رأس الحكمة اللي هم أهلنا وناسنا أبناء مطروح وأبناء المناطق دي. طب الناس دي كانت حاطة إيدها على الأرض وموجودة من سنوات طوال، هنعمل لها إيه؟ قال إن المصدر المسؤول قال لبرنامج حقائق وأسرار، قال إن الحكومة سوف تمنح المواطنين المقيمين على أرض رأس الحكمة تعويضا سخيا، وأيضا قال أنه سيتم نقل المواطنين إلى أماكن مطورة ومخططة، كما أن الدولة سوف تمنح السكان ترخيصا لهذه المباني الجديدة وعقود تمليك نظير تواجدهم على هذه الأرض. وقال المصدر أيضا مشيرا، قال أنه منطقة رأس الحكمة دي بيتواجد فيها عدد من السكان المقيمين، عددهم حوالي 22 ألف من السكان موزعين في منطقة رأس الحكمة دي بيتواجد فيها 15 ألف، بالإضافة إلى أربع قرى هي الدخلة، القواسم، أطنوح وتشوك عبيد تقريبا، تشوك عميد أو عبيد. المنطقة دي فيهم كل منطقة فيها تقريبا كلهم على بعضهم 7000 مواطن، يعني احنا بنتكلم عن 22 ألف من أهلنا في هذه المناطق. قال إن الحكومة ستقيم لهم مساكن جديدة وستقوم بتوصيل المياه والكهرباء وكافة الخدمات والمرافق الأخرى. وقال المصدر إن الأولوية للمقيمين في هذه المنطقة ستكون لأبناء في الموضوع المقاولات ستكون لأبناء المنطقة في المشروع الجديد، كما أن لهم الأولوية في مسألة الأيدي العاملة اللي بتحتاجها الإنشاءات والفنادق وغيرها. وقال المصدر إن المشروع الاستثماري سيتضمن إقامة إسكان فندقي للسياح في هذه المنطقة بما يضمن يعني جذب 8 مليون سائح إلى هذه المنطقة، أي 60% من حجم السياحة الحالية. قال المصدر إن الدولة ستركز خلال الفترة القادمة على الصناعة والزراعة وتطوير المنشآت السياحية والمواني. وأشار المصدر إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أكدت على ضرورة الاهتمام بكافة القطاعات الاستراتيجية والحيوية والعمل على مراعاة ضمان الحياة الكريمة لكافة الفئات الاجتماعية والسيطرة على غلاء الأسعار، خاصة بعد أن تم تثبيت أركان الدولة وإنجاز بنية أساسية لم تحدث في تاريخ مصر المعاصر. احنا هنا قدام رؤية جديدة، وزي ما قلنا قبل كده ليست القضية تغيير الأشخاص وإنما تغيير السياسات. احنا طبعا منتظرين التعديلات اللي هتتم في الفترة القادمة برئاسة دكتور مصطفى مدبولي وفقا للمعلومات اللي عندنا، وفي نفس الوقت احنا على يقين بان التجربة اللي فاتت كانت تجربة ضرورية ان يتم فيها البناء، لانه لو ما كانش في بنية تحتية ما كانش هيبقى في رأس الحكمة ولا كان هيبقى في العالمين ولا اي مشروع استثماري اخر. فالبنية التحتية كانت ضرورية، شكل مصر اتغير، مؤسسات الدولة تثبتت، أركان الدولة بقت أساسية. كل ده يدينا أمل كبير في بكرة. النهاردة بقى عندنا دولارات، الأسعار بدأت تنخفض، مش كلها لكن بدأت، بس لازم نعرف كويس قوي إنه كمان قانون حماية المستهلك اللي طلع، وتوكيل الأمر أيضا إلى القوات المسلحة في مواجهة المستغلين وغيره وغيره وغيره، كل ده بإذن الله لازم يتفاعل الأيام الجاية. لازم نشوف الأسعار نزلت عشان الناس الغلابة والطبقة المتوسطة اللي بتدفع كتير جدا حقيقة، يعني من وضعها ومن حياتها، والأسعار بالنسبة لها يعني تلهب الظهور. محتاجين بالفعل في الفترة القادمة إدارة أزمة بشكل أفضل، المال ده يدار بشكل أكثر واقعية ويراعي الصناعة والزراعة. صح، احنا من غير صناعة ومن غير زراعة مش هنعمل حاجة. هنرجع تاني ونقول محتاجين تاني.
فاحنا يعني الحمد لله وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى البلد دي محروسة. مهما تطاول المتطاولون ومهما شكك المشككون، البلد دي محروسة بربنا ومديها قيادة وطنية. يعني الرجل ده فعلا رئيس عبد الفتاح السيسي يعني يتمنى بالفعل. أشياء كثيرة ممكن تحدث، ممكن بيبقى حظه مش كويس في بعض الأمور، أزمات من بره ومن جوه، لكن النية خالصة وموجودة، والوطنية هي السلاح الأساسي. وشوفوا إزاي بيدير أزمات بره وجوه. بصوا ما تبصوش لي يعني الناس دي ما تبصش تحت أقدامها، بصوا للبلد، بصوا للوطن، بصوا لأمن البلد، بصوا لحدود الوطن، بصوا للدور اللي بيلعبه جيش مصر القوي الفاعل، بصوا الدور اللي بتعمله الشرطة المصرية النهاردة في تحقيق الاستقرار في ربوع الوطن. والحقيقة يعني لا نملك إلا توجيه التحية لقادة الجيش العظيم وللشرطة المصرية وفي مقدمتها السيد الوزير محمود توفيق، اللي ما بيسيبش حاجة ما بيرعاهاش، ما بيسيبش مكان ما بيجريش وراه. احنا بنشوف، شفتوا انتوا القضايا الأخيرة، شفتوا قضية الدهلية وغير وغير في ساعات، وقضية اللي هو بتاع اليمن والجواهرجي، ساعات 24 ساعة بتكون تمت الأمور، لأنه بالفعل والفتاة بتاعت الأوبر وكل الحاجات دي حقيقة يعني ضباط ورجال شرطة وجهات أمنية عليا بتشتغل. يعني اللي هو محمود أبو عمرو بيشتغل كأنه لسه ضابط في قصر النيل، بينزل ويجري وبتاع. سيد الوزير بيتابع كل كبيرة وصغيرة، فتحية لهؤلاء الرجال الذين يعملون في صمت وبيحققوا نتائج مبهرة وبيستطيعوا توظيف كل أدوات العلم والتكنولوجيا والاتصالات في أنهم يوصلوا للمجرمين. مفيش مجرم بيفلت. النهاردة كاميرات في كل مكان، في كل الشوارع، استطيع عن طريق الموبايل أوصل لك، استطيع عن طريق أجهزة كتيرة جدا أوصل لك. فمعدل الجريمة طبعا احنا شايفينه زاد بسبب ظروف اقتصادية وغيره وغيره وغيره. بكرة هيبقى يعني ده مجال مهم في حوار مع الدكتور وليد رشاد بكره،